الله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله أسمعنا على فطرة الإسلام أسمعنا على كلمة الإخلاص أسمعنا على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسمعنا على ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أسمعنا وأصبح الملك لله رب العالمين الحمد لله أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المهجرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة حضرت عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک قیامت میں لوگوں کے اندر سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھے درود پڑھ رہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يقال حديث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے سب سے زیادہ نجات والا قیامت کے دن اس کے حولوں سے یعنی وہاں کی پریشانیوں سے وہاں کی گھبراہٹ سے سب سے زیادہ اس وقت کو نجات ملے گی جو شخص دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہو جو مجھ پر دنیا میں سب سے زیادہ درود بھیجے گا میدان محشر کے اندر بہت امن سے ہوگا اس پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی کوئی پریشانی نہیں ہوگی زاد السعید میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر درود شریف کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سائے میں ہوگا میدان معاشر کے اندر اللہ کے عرش کی سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا درود شریف کی برکت سے وہاں اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ تین آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوں گے اس حدیث میں تین کا تذکرہ ہے اور دوسری روایت میں سات کا تذکرہ ہے تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کبھی تین فرمایا کبھی سات فرمایا دونوں ہو سکتے ہیں جس دن کے اللہ کے عرش کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا ایک تو وہ شخص جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت ہٹائے کسی کی مدد کرے اور اس کی وجہ سے اس کی وہ پریشانی اور مصیبت دور ہو جائے دوسرا وہ شخص جو میری سنت کو زندہ کرے امت کے اندر گھر کے اندر جہاں بھی کوئی سنت کمزور ہو رہی ہے لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو اس نے اس سنت پر عمل کرنا شروع کیا زندہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ عمل کرنا شروع کیا اس کو دیکھ کر دوسرا شروع کر دے تیسرا شروع کر دے اور ایک تیسرا شروع ہو جاتا ہے تو جس نے یہ سنت زندہ کی ہے اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ اللہ عطا فرمائیں گے اور تیسرا وہ شخص جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے لہٰذا درود شریف پڑھنا قیامت کے دن عرش کے سایہ کے ملنے کا ذریعہ ہوگا قیامت کی پریشانیوں میں امن کا ذریعہ ہوگا اور جس کو وہاں کے پریشانیوں سے امن مل جائے اطمینان نصیب ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے عرش کا سایہ مل جائے
تو پھر انشاءاللہ صبح انشاءاللہ اس کی بعد کی پوری صراط پر گزرنا ہے، حوض و کوثر پر پہنچنا ہے، سب آسان ہو جائے گا۔ اس لیے درود شریف بہت مبارک اور بہت مقبول اور بہت برکت والا وظیفہ ہے۔ جتنا ہو سکے انسان درود شریف کا اہتمام کرے، کم سے کم روزانہ 300 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اچھی بات ہے، اور جمعہ کے دن اس کا ڈبل کر دیں۔ اس لیے جمعہ کے دن خاص صبح اکثر والی یہ میں صلاۃ کا لفظ زیادہ ہے، لہٰذا اکثر معمول کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پوری امت کو کثرت درود شریف کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا ہو سکے ہماری زبان پر درود شریف رہے، اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کے ساتھ، انشاءاللہ اتنا ہی دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں ہوں گی۔ اللہم آمین۔ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام علی المرسلین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأنزله المقعد المقرب عندك. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة، صل على محمد وارض عني رضا لا تسقط بعده أبدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد النبي كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء وله قيادة وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته، وجزه عنا ما هو أهله، وجزه أفضل ما جازيت نبيا من قومه ورسولا على أمته، وصلي على جميع ورسولا عن أمته، وصلي على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على صلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات الزاكيات لله، الطيبات والصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات والصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من يصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صلي على آل سيدنا محمد جزا الله كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. ما شاء الله ما شاء الله كان، ما شاء الله لا قوة الا بالله العلي العظيم.
اللهم صل على سيدنا محمد عدد المغفرة لله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله من صلواتك شيء وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من بركاتك شيء وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من سلامك شيء اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب حسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ألف مرة بعدد كل ذرة اللهم صل على سيدنا محمد مداد كلماته ورضا نفسه اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد في الأرواح اللهم صل على روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأرواح اللهم صل على جسد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجسد اللهم صل على قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القبور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأهله وأنصاره ومحبه وأشياعه ومحبه وأمته وعائلنا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين بارك وسلم تسليما كثيرا 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 درش بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد إنك بارك على آل محمد إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأفاد وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الآيات من جميع الخيرات وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك لا إله إلا الله الحي القيوم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك اللهم بموجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تزال من الظلم إلا خذه ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبدا إلا عافيته ولا حاجة هي لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان ومع المتقين والأبرار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار اللهم إنا ملواسينا وجواهرنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك منا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا من بيده ما يقول كل شيء وإليه ترجعون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وارزقهم الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا الله من سبك وكل أمتك كافر كلهم واحفظهم يا رب ذو الجلال والإكرام في رحمتك حر آل محتاج يا الله أبني كرمت وأبني رحمت يا الله مالنا في رحمتك دروازة خديجة يا الله أهل فلسطين كل رحمتك دروازة خديجة أهل فلسطين كل أمن وأمان چین سکون کے دائمی شکل پیدا فرما أمن چین سکون کے عافیت کے ساتھ دائمی شکل پیدا فرما ربنا توفنا وسلم يا الله عالم الإسلام والرحمة فرما جہاں مسلمان پریشان ہیں حالات میں ہیں یا اللہ ان کے اوپر خصوصی رحمت کا معاملہ فرما یا اللہ ان کی پریشانیوں کے دور ان کا غیب سے
انتظام فرما. اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے جو مانگا ہو جاتا فرما, جو نہیں مانگ سکے وہ ادا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتولنا انک انت التواب الرحیم. اغفر لنا ولوالدینا ولأساتذتنا ومشایخنا ولأكابرنا ولأصحابنا ولأحبابنا ولمحبينا ولمحسنين ولمن له حق علينا ولمن أصانا بالدعاء. وفينا الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اكتب اللهم سجلا وسلاما والعافية علينا وعلى عبادك وعلى أنجت الله أن محمد صلى الله عليه وسلم معه وأهله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحانك اللهم وبحمدك, ونشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب.